السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنقدم لكم الحريرة المغربية وما يطلق عليها الحريرة الحامضة. هذه الحريرة المغربية كنوجدوها الأكثر في أيام رمضان اللي كتكون دائما حاضرة في سفرة رمضان. كنشد الربيع كنغسلوه وكنقطعوه مزيان، قزبر ومعدنوس والكرافس كنقطعوهم مزيان يعني برقاق، كنقطعوهم يعني على حسب اللي بغينا. اول حاجه كنحكوا البصله في الحكاكه الغليظه، كناخذوا شي ثلاثه مطيشات، كنقطعوا مطيشه وكنطحنوها، من الاحسن في الطحانه اليدويه احسن من الطحانه ديال مولينكس. هنا كنديرو الربيع اللي قطعنا، الكرافس والقزبر والمعدنوس، كنديرو مطيشه وكنحكينا بصله في الحكاكه الغليظه، وضفنا العدس غنضيفوه حتى هو دابا مغسول غنضيفوه، كنضيفو شويه ديال البهار الاسود، الفلفل الاسود او الابزار كيف ما كنقولوا حنايا، نضيف شويه الزيت هو ضروري منه، وكيف ما قلت لكم كنضيفوا شويه ديال السمن على حسب الرغبه ديال كل واحد، وكنضيفوا سكينجبير او زنجبيل. خرقوم، شوية تاع الخرقوم بلدي أو الكركم، آخر حاجة كنضيف الزيت، الزيت البلدية ولا الزيت الرومي. غنضيفو شوية ديال السمن، السمن البلدي على حسب الرغبة ديال كل واحد، يعني المقدار اللي بغيتي تضيفيه ضيفيه، كل واحد وكيف كيبغي الحريره فيها السمن بزاف السمن قليل على حسب الرغبه. مليحه كنديروا الحريره ديالنا اللي قامت تشحر شويه، وكنضيفوا الكميه الكافيه ديال الماء اللي غطيب فيه جميع هاد المكونات، وغنسدوا الكوكوت ديالنا نخلوها تصفر على حسب الوقت اللي كتاخد المكونات. هاي الحريره ديالنا من بعد ما طابت زدنا فيها شويه ديال هذا المركز الطماطم، غير شويه ماشي بزاف يعني باش يعطي هذاك اللون الاحمر اللي كنبغيو، وغنخلطوا الدقيق. هيا كيف ما كتشوفوا كندوروا الحريره ديالنا بالدقيق وكنخلوها المده ديال تقريبا نص ساعه باش الدقيق ديالنا كيطيب مزيان. اخر حاجه كناخذوا بيضه كنهرسوها من القدام وكنخو المحتوى ديال البيضه في الحريره، وحنايا كنخلطوا. صافي هذه هي اخر مرحله، هاي الحريره ديالنا واجده. كنتمنى لكم الصحه والعافيه، وكنتمنى هذا الفيديو ديالي يعجبكم. الى فيديو اخر، والسلام عليكم.